العالمين والصلاة والسلام على الروح رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله نور السماوات والأرض قيل إن النور هنا نور الهداية فهو منور قلوب عباده المؤمنين بهدايته سبحانه وتعالى والله يهدي لنوره من يشاء من عباده. الأنوار تنقسم إلى قسمين: أنوار حسية كنور الشمس ونور القمر ونور النجوم ونور المصابيح هذه أنوار حسية مخلوقة وفيه نور آخر اللي هو نور الهداية كما قال به الصلاة نور نور في قلب المؤمن نور الله تبارك وتعالى يشرق في قلب المؤمن نور الهداية. والله سبحانه وتعالى هو منور السماوات والأرض بهذه المخلوقات النيرة بهذه النيرات فهو منورها سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات فهو خالق الشمس وخالق القمر وخالق النجوم خالق النهار سبحانه وتعالى وذات الله تبارك وتعالى غير معروفة لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أرأيت ربك يوم المعراج قال نور أنى أراه لأن حيث رأيته رأيت نورا. فالله نور السماوات والأرض منورها بالنيرات سبحانه وتعالى ونور هدايته كله له سبحانه وتعالى منه سبحانه وتعالى. ثم ضرب الله مثل قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المشكاة القوة التي تكون في الجدار قوة يعني طاقة غير نافذة تكون في الجدار عشان يضع فيها المصباح فيها مصباح المصباح كأنه كوكب دري يعني زجاجته كالكوكب الدري يقال كوكب دري وهو الكوكب الأبيض اللامع جدا الذي قال دري مثل الدر الدر اللي هو يعني يستخرج من البحر فيكون لامع وشديد البياض يؤخذ من شجرة مباركة يعني هذا المصباح زيته الذي يضيء به من زيت الزيتون شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الزيتونة الشرقية هي التي يأتيها الضوء وقت النهار بس إلى الظهر تكون في سفح جبل بس تنصر شرقية والغربية هي التي يأتيها ضوء الشمس في بعد يعني زوال يأتيها ضوء الشمس وهذه الزيتونة التي يأتيها الضوء بنصف النهار إما النصف الأول والنصف الثاني يكون زيتها مظلم نوعا ما أما الزيتونة التي تكون في فضاء من الأرض
والشمس تأتيها من أول شروقها إلى غروبها يصير زيتها نخيل صافي، ما في كدرة ولا في يعني وإنما يكون صافي شديد الصفاء. قال الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. معروف أن زيت الزيتون في نسبة كبيرة عالية من الفسفور المضيء، فصير تكاد زيتها من شدة صفائه ولمعانه يكاد يضيء بدون ما تشعله بالنار. وهذا الزيت الذي يكون بهذه المثابة ما يخلي الرمال ويخلي السواد، إذا أشعلت الفتيلة ما طلع سواد، فإن الفتيلة فتيلة المصباح على حسب السائل الذي لما يكون مثلا تعمل مثلا المصباح بزيت مثل السرم أو المازوت بالماء بالدخان لأن احتراق النقيه، أما إذا كان مادة نقية صافية فتطلع نقية. فهذا شبه الله تبارك وتعالى أيضا يعني صفاء نور هذا المصباح بأن زيت الذي يضاء به هذه المثابة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور المصباح يعكس القوة وينعكس عليه، وانعكاس ضوء على ضوء يقوم يزداد الضوء يزداد الليل، بعكس لو كان مثلا المصباح هذا في شباك أو في الهواء ما في شيء يعكس الضوء فيكون ضوء خفيف، أما إذا كان في القوة والضوء يتكسر بعضه على بعض يقوم يصير الضوء أقوى. نور على نور. ثم قال جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء، فبين أن المقصود بالنور نور الله نوره يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. هذا المثل ضربه الله بالنور المعنوي نور هداية الله عز وجل بهذا النور الحسي. النور الحسي هذا أصفى شيء نور حسي، النور هداية الله على هذا النحو ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع، ليه المثال بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع ليس بالبناء وإنما الرفع هنا بالتعظيم والإبعاد عن يعني القذارة واللغط والصيحات والهيشات. ترفع البيوت، وسمى الله تبارك وتعالى هذا رفع يعني ترفع هذه البيوت وليس الرفع بالبناء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده هو من أشرف المساجد بعد المسجد الحرام لم يرضى أن يبنى بناء بالحجارة وإنما بناء باللبن وجعل سقفه من جليد النخل. وقال عريش كعريش موسى، يعني إذا لم يصل عريش كعريش موسى، ذلك كان إذا أمطرت السماء يصير أرض المسجد كطين إنه لم يكن مفروشا بشيء. فدل يعني هذا على أن قول الله يعني في هذه المساجد بيوت أذن الله أن ترفع ليس المقصود أن ترفع يرفع بناؤها وإنما أن ترفع ذكرا وإبعادا عن أي سوء وعن الهيشات والصيحات والقاذورات. وكان النبي يشتد عليه أن يجد نخامة في المسجد، نخامة البطاقة، ويقول إن الله يمقض على ذلك، إن الله يمقض على ذلك، فيجب أن تطهر المساجد كما قال الله لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني يشرق نور الله في قلوب المؤمنين في المساجد. من المساجد، ولذلك قال النبي الصلاة نور الصلاة نورها. ففي الصلاة هي التي
يضيء بها قلب المؤمن في بيوت أذن الله، في بيوت لا يتعلق بيهدي الله لنوره من يشاء، في بيوت، في بيوت أذن الله وترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها في هذه البيوت بالغدو والآصال. وذكر الله الغدو والآصال لأن فيهم أشهر الصلاتين، الغدو صلاة الصبح والآصال صلاة العصر، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وقال الرجال لم يخبر النساء، لأن صلاة الجماعة إنما هي فرض على الرجال. رجال لا تلهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أي شيء من هذه التجارة والبيع اللي هي أكبر ما يشغل من أمور الدنيا لا تشغل، وإنما على طول وقت الصلاة هم في مساجد الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ده حالهم، جملة حالية، يعني أن حالهم هم يصلون أنهم خائفين من يوم القيامة. تتقلب فيه القلوب والأبصار، الأبصار تتقلب لأنها ما تستقر، تزيغ، يزيغ البصر، والقلب يتقلب خلاص يصير القلب عند الحنجرة كاظمين. تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن الأعمال. يعني هؤلاء المصلون الذين في مساجد الله تبارك وتعالى وهذا حالهم، يجزيهم الله ويعطيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والله يرزق من يشاء بغير حساب بغير عدد. من يشاء من عباده يعطيه بلا عدد، يعني ما يعد، عشرة للحسنة 700 للحسنة لا، وإنما يعطيه الله تبارك وتعالى عطاء لا عدد له. يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا في المؤمنين. ثم يأتي بعد ذلك وصف حال الكفار الذين يكونوا في الظلم.